كما نظمت جامعة قناة السويس وبمشاركة نواب ورئيس الجامعة وعمداء بعض الكليات وطلابها مسيرة حاشدة ووقفة تضامنية مع أهالي غزة، تعبيرا عن وقوفهم خلف الرئيس السيسي الذي أعلن موقف مصر من القضية الفلسطينية والأحداث الجارية في غزة. وانطلقت مسيرة جامعة قناة السويس تأييدا لغزة وإعلانا بأن شعب مصر كله خلف رئيسه، فيما أعلن ويمثل واقع مصر الرائد في الأمة العربية ومسؤوليتها التي تحملتها عبر تاريخها تجاه العروبة وتجاه قضية فلسطين. وقد أعرب رئيس جامعة قناة السويس وطلاب وطالبات الجامعة عن فخرهم بموقف مصر المتمثل في موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من مساندة أهالي فلسطين والقضية الفلسطينية واستعداد شباب مصر وشعبها أن يقدموا المساعدة لأهلنا في غزة. جايين نتضامن مع القضية الفلسطينية وندعم الشعب الفلسطيني، ونحن واقفين مع الرئيس في أي قرار هو هياخده. اليوم هنا في جامعة قناة السويس في وقفة تضامنية لأشقاء الفلسطينيين. هنا نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للقضية الفلسطينية، ونقول له نحن معك لآخر الطريق، وإن شاء الله حتى مساعدة الفلسطينيين وإدخال المساعدات بإذن الله وتحرير فلسطين بكامل.